بداية، تشرع صبيحة اليوم السلطات الجزائرية في عملية ترحيل المهاجرين الأفارقة خاصة النيجيريين منهم إلى بلادهم. قرار ترحيل الرعايا النيجيريين المقيمين في الجزائر والذين نزحوا إليها بسبب الحرب والظروف المعيشية القاسية في منطقة شمال النيجر القريبة من الحدود الجزائرية جاء بعد اتفاق أبرم بين الجزائر والنيجر. عموما وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يلتحق بنا على المباشر من ولاية غردية مراسلنا عبد اللطيف صالحي. عبد اللطيف اهلا بك. عبد اللطيف هل انت في الاستماع؟ كيف هي اجواء واجراءات نقل الرعايا النيجيريين الى بلدها؟ عبد اللطيف انت معنا على المباشر. رعية من دولة النيجر متجهين نحو عصام العراق ومن بعدها الى بلدهم. الان بعد النقطة الاولى في مدينة الابواط في مركز العبور والتجميع بولاية غردية، ومعي السيد الامين العام لولاية غردية عمراني بوعلام لموافتنا بالمزيد عن تفاصيل هذا العمل. شكرا. هذه العملية متعلقة بترحيل إخوان النيجيريين سخرت لها جملة من الوسائل المادية والبشرية من مختلف المصالح، المصالح من الهلال الأحمر الجزائري إلى مصالح الأمن، الحماية المدنية، مديرية النشاط الاجتماعي، يعني حتى تكون يعني هذه العملية ناجحة. ولقد سخرت كل الوسائل، وكما تشاهدون هذا المركز، هذا يعني مركز مؤقت وهو مجهز بكل الوسائل لتمكين هؤلاء للمرور يعني في راحة تامة. هذه ليست المرة الأولى فقط لتجميع أو عبور هؤلاء الأفارقة، هي عدد مرات قبلها. كيف يعني تقريبا غردايا يعني تتوسط مفترق الطرق، وكل الأفواج تمر من هذه النقطة هذه يعني، ويتم نفس الإجراءات تتم مع باقي الأفواج. تقريبا في 84 عملية ترحيل اللي تمر من هنا يعني، وكل يعني في الظروف التي تشاهدون فيها. الآن كل السلطات سواء العليا أو السلطات المحلية هي مجندة لإنجاح هذه العمليات ونقل هؤلاء الرعايا مع الحفاظ على كل مستلزمات، خاصة بعد الانتقادات الموجهة من طرف بعض المنظمات الدولية عن هؤلاء الأفارقة. اليوم في الميدان يعني كل شيء واضح والصورة جلية. لا ليس لدينا ما نخفي، الأمور واضحة. العمل في ظروف حسنة وظروف يعني ظروف مع احترام الظروف الإنسانية، يعني كل الوسائل مسخرة، كل لا من حيث وسائل النقل ولا من حيث التكفل بالمجال الطبي ولا التغذية ولا المرافقة ولا يعني كل الأمور جاهزة حتى تتم هذه العملية في أحسن الظروف. شكرا جزيلا زميلتي. فقط للتذكير، رحلتنا بدأت البارحة من العاصمة الجزائر، توقفنا في مدينة الأغواط في مركز العبور، وبعدها توقفنا هنا في مركز التجميع والعبور بولاية غردية لنواصل رحلتنا نحو ولاية تماسط مع لجنة وزارية مكونة من بعض القطاعات الوزارية على غرار وزارة التضامن، وزارة النقل، وزارة الداخلية، وزارة الاتصال، وكذلك الكشافة الإسلامية، الهلال الأحمر. السلطات الجزائرية جندت كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذه العمليات، وليست هي الأولى فقط، بل هناك عشرات العمليات التي سبقتها. سنوافيكم إن شاء الله بالمزيد ما دامت الرحلة ما زالت متواصلة نحو أقصى جنوبنا الجزائري، بالضبط إلى ولاية طمنراست. شكرا جزيلا لك زميل عبد اللطيف صالحي، موفدنا إلى ولاية غردية و إلى طمنراست طبعا لنقل أجواء نقل المهاجرين
إلى بلدانهم الأصلية. شكرا جزيلا لك.